نجنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف فداك يا امين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فإن أصابتكم مصيبة لقد نعم الله ما هدينا. فإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فكنت فوزا عظيما. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فمن يقاتل في سبيل الله فيقتل يصف صاحب نتيه أجر عظيما. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الضالين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا تكونوا
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وكل من عند الله فما لهذا إضاء لا يكاد يفهمون هذه أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يعتبر ما يبيدان ما لطن فدا وكان والله من كفى بالله وكيلا فلا يتدبرون القرآن أو الخوف أداه به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يسامحون منهم الأمر فضل الله عليكم ولم تردتم الشيطان إلا غليلا وقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكون فمس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يغادروا في سبيل الله فإن علم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم أو جاءوكم حصر صدورهم من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام عليكم فأجيئا فخذوهم فقتلوهم فإذا قتلوهم فأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل
مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم مستضعفين في الأرض غاروا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها ملائكة مبادئ جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ويزداد ثم يدرك الموت فما بقى أجر إلا كان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ
فإنهم يعلمون كما يعلمون
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أسلم وجهه لله وهو محسن النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أيكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بما فلا تتبعوا الهوى كثيرا الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله
تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يغوضوا في حديث غير أنكم إذا من ذهب فتح من الله قالوا ألم نكن معكم إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعد عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسانا يناول الناس لا يلدنون إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أما يظهر له فلا تجد واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون لم يأمن بعض ونفرق بعض ويريدون أن يتحدوا بين ذلك جميلا أولئك هم الكافرون الله أتنا لكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وعنا لهم لا تدعوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقامهم لا ضلال
إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن كفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا الكتاب لا تلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه عبدا لله ولا الملائكة المقربون الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكبروا فتبين بينهم أنهم
فسيدخلهم في نعمة منه وفد ويد من أيه سراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة إخوة رجالا ونساء شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغرائد ولا آمين البيت ولا ما يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ما شاء الله. ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الرميم فسد ما لم تجان بالإيمان فإلا ما غفر الرحيم. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا اذكروا نعمة
الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ولكم شنان قوم على لا تدلوا ما الله امير بما تعملون الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم الذين كفروا الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم فلقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ما شاء الله وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع مما ذكروا به فأرينا بينهم العداوة أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم فلا تنبجم منه رسولنا
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأت أحدًا من العالمين يا معاذ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم غربا غربانا فتغبر من أحدهما ولم يتغبر من الآخر قال لا تردك ما يتغبر الله من المدرين وإن بسطت إلي يدك لتغطلني ما قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغلام مواري سقط أوي فأصبح من الذنب لذلك كتمنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغض أيديهم الذين تابوا من
فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ومثله معه ليفتدوا في البلاد يا من يا مدينة تغفر منهم ولهم أجل من والسارق والسارقة فاغدعوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم وإن تؤمن عنهم فلن يضروك شيئا وإن كذبت بينهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إليك الكتاب
الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله
قالوا آمنا أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي Oh,
ذنوبنا من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يا قائد حاضر كيف تبين الأمر يا جيثم حاضر النجم مجور قلتم دون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو سميع عليم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم وضلوا من عمر وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك بينكم العداوة والبغضاء في أمر أبي سنة سنة أمانه الله يا أمان
يمنعكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. ولما وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين للسيارة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للنيس والشر الحرام والهدي والقرائد الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فآخران يغومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان Never!
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تهرد الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل كن لكم ما أرسلنا السماء عليهم مدرارا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلم أجد
الأرض ثم فاطر السماوات والأرض وهو يهدم ولا يهدم ولا يهدم ولا يهدم ولا قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتجدون أن مع إن
إنه ليحزنك الذي يقولون فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم Allah.
يقولوا أهؤلاء من الله لا يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حتى يخوضوا في حديث غيره نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبت
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض بها هؤلاء الذين
الله فبهداه مقتدي. ولا أسألكم عليها الهوى إلا بجيل العالمين. وما غدر الله حق قدره إن غلوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه غراضيس يبدونها في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاكم الذين لأدمنا منكم شركاء حتى عد عدينكم وظلعكم ما كنتم تزمون. إن الله خالق الحب والنبى يخرج الحياة من الماء السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها غنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان أشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أنا يكون له ولد بعد كل صاحبة وعلى كل جاهل وعلى كل جاهل عليم. يعرفكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل جاهل ومدى وعلى كل جاهل وكيل. لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا تفهم كم
ربك من ربك لا إله إلا هو وارض لمنك شاء الله ما لك وما جعلك عليه ما فيك وما أنت عليه بوكيل ويسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك يا
جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هلك كأنما يسأل بالسماء ذلك يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما عبثا للآيات النظام يذكرون دار السلام استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ذو الرحمة يا جليل يا جليل مالك ما يجا ما جا من ذريات قومنا ما توعدون هلاد وما جا ما جا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون بزعمهم وهذا لشركاء فما كان لشركائهم ولا يصل إلى الله فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يظنون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها يا قوم يا
قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرب ما النخل والزرع مختلفا وكلوه والزيتون والرمان متشابها وغير اثنين غلام ذكرين حرما ومن الضيائن همت ما اشتمرت عليه أرحام الأنثيين. ما شاء الله. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ ومن فيما أوحي إلي محرما ولا ضاحم يضحمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصل إلا لغير الله ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما هدى معهم ولا تتبع ما الذين كذبوا بآياتنا الذين لا يؤمنون بالآخرة بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم
إياهم ولا تضربوا الفواحش ما ظهر منها يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أصابكم لأنكم تتبعون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بعضكم فوق بعض درجات Yeah.
إليكم من ربكم ألا تتبعوا فكلا من حيث شئتما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما وناداهما ربهما ألم أنهكما أرضكما شجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ربنا أنفسنا وإلا تغفر لنا ونرحمنا لنكونن من أهل الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وَمَا لَنَا بِهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا والبغي بغير الحق يا لنا بالله ما لم يجب من ذنا على ما لا تلما ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلها لا يتحلون ساعة ولا يتضما يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي فمن سوى وأتعب فلا يخافن عليهم ولا هم يهتدون والذين كذبوا بآياتنا فصبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن الله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا صلوا أن لا يدعون أنهم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تهدي لولا أن هدانا الله رجاء نزل بنا من النجاة وجنة إنما بما جاءت ولنا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار
بهم بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيظا والجنة والقمر والنجم والأقلات بأبه لا تحف الغرب لا تتبارك الله ربكم لبلد ميت فأخرجنا فأنزلنا به الماء كفروا من قبل لا نريك
على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من أنزل الله بأبي جلال واعتذروا إني معكم من المعتذرين عينا هو الذي أفض معه برحمة منا من ربكم هذه نعمة الله لك ما من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فلا سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وجنودا
لنخرجنك يا شعيب. والذين في ملتكم بعد إن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. Yeah.
هذا لمكر مكت ما باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر لمن ما كان يدعو بالأمر وقومه وما كانوا يرجون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتى يقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنك ما مالتنا إن هؤلاء مدمرا ما أبيع ما كانوا يعملون غير الله Yeah.
وأتممناها بأجر فتم ميقات ربي أربعين ليلة ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
الله. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك ضلل بها نشاء ورحمتي وسعت لك يا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيطانهم يا ما سبتهم لا يبعثن عليهم إلى يوم الغد
يصومهم الصالحون ومنهم دون ذلك أمنا بالحسنات والسيئات لنا من فمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله وإن جاتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا ما أدلتم فيه أدانا فنحن للذين يتقون فلا يحيون والذين يمسكون